سكان بلدية وادي عتبة التي تبعد عن طرابلس قرابة 900 كيلومتر يعانون شحا في السيولة وظروفا صعبة مع دخول شهر رمضان المبارك. فقط تعاني في غناء شديد جدا، في نقص في التموين ونقص في الإمكانيات ونقص في النقود، المصارف مغلقة، المحطات الوقود مغلقة، المنطقة تعاني. وتشهد بلدية وادي عتبة معاناة من غلاء ملحوظ في الأسعار وارتفاع ثمن الوقود وانعدام توفر غاز الطهي الذي تجاوز سعر تغيير الاسطوانة الواحدة في السوق السوداء 100 دينار. يعني الإنسان المفروض احنا في شهر رمضان، يعني الإنسان ما بيموت، يعني زي ما قال حتى فطرت على تمرة وحليب ما فيش مشكلة، بكل الزحمة حاول تخفف منها حال، يعني ما تطلعش إلا الحاجات يعني تكون المهمة جدا، يعني فقط هامة، يعني هامة فقط. أتمنى في هذه الظروف وفي هذه الأيام فاشل كريم أن تهدى البلاد ويرجعوا إلى الصواب، ونتمنى لهم التوفيق في جميع صيام الناس، في ونتمنى كذلك في غلاء الأسعار أن يخففوا التجار سواء كانت القطاعي والله الجملة وإلا المصادر، أن يخففوا على أعباء الناس. حقيقة حاجة الناس لا تستغل يعني في هذه الظروف. ويناشد المواطنون الجهات المختصة والمسؤولة إعادة تفعيل الجمعيات الاستهلاكية وتوفير كل اللوازم اليومية التي يحتاجها المواطن في ظل حلول شهر رمضان المبارك.